وفقا للتقارير، دشن دونالد ترامب حملة انتخابية في جودير في ولاية أريزونا الأمريكية التي تعد من الولايات الرئيسية المتأرجحة يوم الأربعاء. وقال ترامب في التجمع الانتخابي إن خطته ستجعل الولايات المتحدة أقوى، كما وصف ترامب خصمه بايدن بأنه أسوأ مرشح في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية. خطط بايدن سوف تدمركم وعائلكم. خطتي تهدف للقضاء على الفيروس، وستكون بلادنا أقوى من أي وقت مضى. بايدن هو مرشح التسريح والإغلاق والبؤس. أنا مرشح الوظائف واللقاحات والازدهار. كما لم ينس ترامب الإشادة بتجربته في مكافحة فيروس كورونا الجديد في الحملة، قائلا أنه شعر مثل سوبرمان، في حين عقد نائب الرئيس مايك بنس تجمعا انتخابيا في ولاية ويسكونسن في نفس اليوم، وهي ولاية متأرجحة أيضا. أما جو بايدن فقد ألقى كلمة في مسقط رأسه في ولاية دلاوير، متهما إدارة ترامب بعدم اقتراح خطة للتعامل مع الوباء والاستسلام أمام فيروس كورونا الجديد. وفقا لرويترز، أكمل بايدن وزوجته اقتراعهما في مدينة ويلمنغتون بولاية دلاوير في نفس اليوم. لقد تفوض بكثير من التصريحات ولكنها لم تثمر، والتقط صورا فقط وغدر، لم يقترح خطط المسؤولة. يبدو أنه لا يهتم كثيرا بمكافحة الوباء، وكلما طالت المدة تواليه مسؤولية أصبح أكثر تحورا. هذا يكفي، حان الوقت للتغير. كما عقدت كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي حملة انتخابية في مدينة فينيكس بولاية أريزونا في نفس اليوم.